السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في سلسلة إشكاليات في التربية والتعليم والتعلم. تنبيه: المعلومات الواردة في العرض تحتمل الخطأ، فهي مستوحاة من تجربة ذاتية فقط، يرجى منكم التصحيح فضلا وليس أمرا. الحلقات الماضية ستجدونها في أول تعليم. الحلقة الأولى كانت حول الفرق بين التربية، التعليم، الاكتساب والتعلم. الحلقة الثانية كانت حول مغالطات متعلقة بمهنة التعليم. الإشكالية الثالثة ستكون بحول الله، حول أهمية الفروق الفردية في مملكة التعليم. تلميح: تعتبر الفروق الفردية من التحديات الصعبة لكل معلم مهما كان مستواه أو الطور الذي يدرس فيه، لأنها ذات أبعاد مختلفة متعلقة مباشرة بمدى نجاح عمله من الجانب التربوي أو العلمي. محتوى العرض: أولا، نماذج عن الفروق الفردية في التعليم. نتطرق إلى 5 نماذج. ثانيا، هل الفروق الفردية مهمة؟ ثالثا، هل يمكن التركيز على كل الفروق الفردية في حصة واحدة؟ أولا، نماذج عن الفروق الفردية في التعليم. النموذج الأول: عبد الرزاق أستاذ اللغة الفرنسية في مجلس الأقسام يمدح ويثني على تلاميذ 1-4 لما يقدمونه من مجهودات ونتائج جيدة. في المقابل، أستاذ الرياضيات محفوظ اشتكى له من ضعف المشاركة والمردودية في نفس القسم، أي 1-4، رغم بذل محفوظ جهد كبير في الوسائل والشرح. فما الفرق يا ترى؟ هنا نفترض أن الفرق في نوع الذكاء، أي اختلاف نوع الذكاء. أنماط الذكاءات: هناك حوالي 8 أنماط للذكاء. أولا، الذكاء الرياضي المنطقي. ثانيا، الذكاء اللغوي. ثالثا، الذكاء النفسي الذاتي. رابعا، الذكاء بين الأفراد. خامسا، الذكاء المتعدد. سادسا، الذكاء الحسي الحركي. سابعا، الذكاء البصري المكاني. وثامنا، الذكاء الموسيقي الطبيعي. في قسم 1-4، الذكاء اللغوي مرتفع، لذلك كانت نتائج اللغة الفرنسية جيدة. أما الذكاء المنطقي الرياضي فكان منخفض، لذلك التلاميذ يجدون صعوبة في المواد العلمية. النموذج الثاني: رضوان أستاذ العلوم الطبيعية يدرس قسم 4-1. نصف القسم يشارك والنصف الآخر غير مهتم. نصف يحل التمارين ونصف لا يستطيع أو لا يريد المحاولة أصلا. فخمن رضوان قليلا وقال: ربما عدم استخدامي لعارض الفيديو وأوراق التمارين واعتمادي على الكلام جالسا فقط هو السبب. فحاول استخدام وسائل ونشاط جسدي في الحصة القادمة، فكانت النتيجة أفضل بكثير. هنا سر التغير يكمن في أن الأستاذ استخدم نمط أو أنماط تعلم مختلف. كما نعلم أن أنماط التعلم تتعدد، هناك التعلم البصري فيجوال، ثانيا التعلم السمعي أوديوتوري، التعلم الحسي كينستيتيك، التعلم اللمسي تكتايل، تعلم الشمي أولفاكتوري، تعلم ذوقي جوستاتوري. الأستاذ رضوان كان يعتمد على التعلم السمعي، أي كان جالسا في مكتبه ويلقي الدرس باعتماده على السمع.
فكان نسبة فهم الدرس 20% فقط. ولما استخدم وسائل أخرى كعارض البيانات وأوراق التمارين زادت نسبة الفهم حيث تنوعت الأساليب، وصار الدرس تفاعليا حيث أن نسبة الفهم ارتفعت إلى 90%، أي أن جل التلاميذ قد فهموا الدرس. النموذج الثالث، عبد المالك أستاذ اللغة الإنجليزية، يدرس أيضا قسم 4-1. استخدم نفس وسيلة الأستاذ رضوان، وهي عارض الفيديو وأوراق التمارين، لكن الحصة كانت مملة والتلاميذ لم يتجاوبوا كثيرا معه، فاشتكى لرضوان عن ذلك وشرح له السبب المحتمل لأن الحصة لم تكن تفاعلية بل كانت إلقائية وكأنها محاضرة، على عكس ما استخدمه رضوان من أسئلة وإدماج للتلاميذ في الدرس. السر هنا يكمن في أن طريقة الإلقاء كانت مختلفة، على الرغم من اشتراك الأستاذين في نفس وسيلة التدريس. طرق الإلقاء، كما نعلم هنالك طريقتين للإلقاء، الطريقة الأولى هي المباشرة أو ديداكتيف، وضدها الطريقة الغير مباشرة إندكتيف. تميز الطريقة المباشرة بالمحتوى الظاهر الذي لا يحتاج جهدا فكريا كبير، أما الغير مباشرة فالمحتوى خفي تطلب استقراء للوصول إليه. ويتميز أيضا الطريقة المباشرة بأنها مملة وغير مشوقة، أما الغير مباشرة فهي ممتعة ومشوقة. النموذج الرابع، عبد الله أستاذ اللغة العربية، دخل قسم 2-3 يدرسهم ثم يوزع عليهم بعض الشهادات للمتفوقين. أثناء توزيعه للشهادات تباينت مشاعر التلاميذ، فالمتفوقين انقسموا، جزء فرح بها والجزء الآخر غير مبال، وأما باقي التلاميذ فانقسموا أيضا، جزء فرح بصنيع زملائه وجزء متفائل وجزء حزين لعدم حصوله على الشهادة. فهذا التباين والاختلاف نفترض أن سببه اختلاف الشخصيات أو اختلاف التنشئة. أنواع الشخصيات، هنالك العديد من الشخصيات، الشخصية الإصلاحية، الشخصية المتعاونة، الشخصية المحفزة، الشخصية الرومانسية، الشخصية المفكرة، الشخصية الشكاكة، الشخصية الحماسية، والشخصية القيادية. النموذج الخامس، أستاذ اللغة الفرنسية عبد السميع في بداية الموسم الدراسي قرر بداية التدريس في الأسبوع الموالي للدخول. جزء من التلاميذ فرح وقال: نعم أنا فرح كثيرا، عندي الكثير من الأدوات، محفظة، كتب، كراريس، أقلام، ومئزر جديد. وجزء طأطأ رأسه وقال في نفسه: لا أملك محفظة ولا حتى أدوات مدرسية، أتمنى أن يشتري لي أبي كراسة لكي أبدأ كتابة الدروس. فهنا انقسم التلاميذ إلى جزء ميسور الحال وجزء فقير. الاختلاف هنا كان في الحالة الاجتماعية، حالة الاجتماعية هنالك الصعبة وهناك الميسرة. هناك أمثلة عن الحياة الاجتماعية الصعبة والميسرة. الصعبة هنا الفقر المادي يقابله ميسور الحال، اليتيم يقابله أحياء الوالدين، ضيق في السكن، سكن خاص،
انفصال الأبوين حياة زوجية مستقرة، آفات اجتماعية حياة سوية، مرض مزمن صحة وعافية. هنا تجد في القسم خليط ما بين هذه الخصائص، لذلك يجب على الأساتذة أخذ هذه الحياة الاجتماعية بعين الاعتبار. نلقي نظرة على صندوق الفروق الفردية، نلخصها في هذا الشكل. النوع الأول هو الذكاء، ثانيا نمط التعلم، ثالثا نوع الإلقاء، رابعا أنواع الشخصيات، وأخيرا الحالة الاجتماعية. وقفة رجاء، يمكن تشبيه العمل بالفروق الفردية بلعبة صندوق الأشكال. كلما وضعت أشكالا كثيرة بداخله، كلما كان عملك راقيا وفعالا. فنحن كأساتذة في عالم التعليم، رغم نضجنا ووعينا كالطفل الصغير الذي يحتاج التوجيه والصبر وغفران الزلات. ثانيا، هل الفروق الفردية مهمة؟ السهل في قضية الفروق الفردية أن معرفتها وإدراكها بشكل عام قد تسهل إلى حد كبير من السير الحسن للدرس وللبرنامج وحتى المسار الدراسي للتلميذ والأستاذ. أما الصعب فهو الجهل بها وعدم السعي لحل مشاكل القسم المختلف وكذا تطوير الذات كأستاذ. أما الأصعب وهو التحدي الأكبر هو التحليل والتعمق في الفروق الفردية، حيث تحضر مذكرتك مع أخذها بعين الاعتبار لتوائم كل قسم على حدة وليس مذكرة لكل مستوى. إن التدريس بطريقة عامة روتينية يعتبر عبثا ومجازفة بالتلميذ وتدميرا بطيئا للأستاذ وكبحا لإمكاناته. يمكن القول أن التركيز على الفروق الفردية في درس واحد هو تحدي وليس هدف سهل المنال، أن الدرس هو جزء لا يتجزأ من مسار دراسي شاق وشيق. فيا أيها الأساتذة، حاولوا ما استطعتم. ثالثا، هل يمكن التركيز على كل الفروق الفردية في حصة واحدة؟ ما دام أنك تفكر وتدرك أن لكل تلميذ ظرفه وسياقه الخاص، فأنت تحمل في قلبك هم إصلاح المنظومة التربوية وتربية النشء، وهذا هو بذرة التوفيق. على كل الأساتذة عند تحضير المذكرة أن يأخذوا بعين الاعتبار شقين. الشق الأول التلميذ من الجانب العلمي ومن الجانب التربوي. في الجانب العلمي هنالك أنماط التعلم التي رأيناها فيما سبق، ثم أنواع الذكاء. ومن الجانب التربوي معرفة شخصياتهم وخلفياتهم الاجتماعية. هو صعب ولكنه ليس مستحيلا. أما الشق الثاني تحضير المذكرة هو الذي يخص الأستاذ من الجانب العلمي أيضا ومن الجانب التربوي. من الجانب العلمي هنالك الإلمام بالمحتوى المدرس، يعني يجب أن يكون الأستاذ متمكنا من مادته العلمية وملما بالدرس الذي سيقدمه. ثم التنويع بين الإلقاء المباشر والغير المباشر لكسب قلوب وعقول التلاميذ. ومن ثم استخدام الوسائل التعليمية المتنوعة التي توائم الدرس. من جانب تربوي يستحسن من الأستاذ انتقاء الألفاظ
وتحبيب الدراسة للتلاميذ، والترغيب أيضا والترهيب بحفظ النظام. ماسة الفروق الفردية. الماسة لها عدة أبعاد: الماسة ثمينة ونادرة، الماسة براقة، الماسة تعكس النور. هنا إسقاط للفروق الفردية على الماسة. الفروق الفردية لها عدة أصناف. الفروق الفردية مهمة في مملكة التعليم. الفروق الفردية سنة الله في خلقه. الفروق الفردية سر انسجام مخلوقات الله. الملخص: الفروق الفردية تختلف من تلميذ لآخر، ومن قسم لقسم، ومن أستاذ لأستاذ. ثانيا، الفروق الفردية متشعبة ومتنوعة بحيث تشبه الماسة النادرة. ثالثا، الفروق الفردية تسير في تناسق وانسجام واحدة حيث لا يمكن الفصل بينها. رابعا، الفروق الفردية مهمة جدا لصقل التلميذ، الأستاذ، ومستقبل التعليم. وأخيرا، الفروق الفردية هي سبيل شاق وشيق وليست محطة سهلة الوصول. انتظرونا في العرض الرابع إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.